هنعرف مع بعض ليه الفنان محمد فوزي هدد أخته الفنانة هدى سلطان بالقتل، وكيف تنبأ بوفاته بحسرة شديدة. هنعرف محطات كلها مآسي في حياة الفنان محمد فوزي. محمد فوزي وهدى سلطان من أشهر الأشقاء في الوسط الفني، وهما أبناء الشيخ عبد السلام، وهو واحد من أشهر قارئ القرآن الكريم بمحافظة الغربية. الأب بقى ما كانش يتخيل ولا حد من أهل القرية إن ولاد الشيخ عبد السلام هيبقوا من أهم نجوم الفن. ولد محمد فوزي في 15 أغسطس 1918، وهو أكبر الأشقاء بين 5 أشقاء، من بينهم هدى سلطان اللي ولدت سنة 25. روت هدى سلطان في أحد حواراتها إن فوزي دايما كان بيمارس هوايته المفضلة اللي هي الغنى خارج البيت بعيد عن عيون العائلة، لأن الأب كان طبعه حامي جدا وكان بيحرص أن يكون تعليم أبنائه تعليما دينيا. بدأ محمد فوزي الغنى في الأفراح والموالد، وبعد كده قرر ينتقل من طنطا للقاهرة بحثا عن الشهرة، فطبعا الأب رفض وهدده ولكن من غير أي فايدة، والعلاقة فضلت بين محمد فوزي وأبوه متوترة، وأبوه ما كانش راضي عنه أبدا إلا بعد ما شاف أهالي القرية مفتخرين جدا بمحمد فوزي بعد ما أصبح نجم وحقق نجاح وشهرة كبيرة. أما بقى عن هدى سلطان فحبت إنها تكون مطربة زي أخوها، ولكن بقى غضب الأب عليها وفورا كان الرد عنيف جدا ألم ما يجوزها، وكان عندها 14 سنة. وفعلا اتجوزت هدى سلطان وأنجبت بنتها الأولى نبيلة، وظلت تحلم بعالم الفن والشهرة، وطلبت من جوزها ان هو يحقق لها رغبتها في انها تبقى مطربة، ولكنه طبعا رفض والمشاكل ازدادت بينهم وانفصلت عنه. وفي سنة 49 نجحت هدى سلطان في لجنة اختيار المطربين بالإذاعة المصرية، ولكن بقى المرة دي كان الرفض من محمد فوزي بسبب انه خايف على اخته خوف شديد جدا من انها تخاطر وتدخل عالم الفن، لان المهنة دي صعبة جدا ومحتاجة مجازفة ومش سهلة أبدا. وتوسط الكثير للصلح بينه وبين هدى سلطان، وبالفعل وافق فوزي في الآخر بدخولها مجال الفن، ولكن بشرط أن تكون صوت ينطلق من الإذاعة وما تظهرش على الشاشة. وعادت العلاقة بينهم كويسة، وكانت أول أغنية ليها حبيبي ما لقيتش مثاله سلطان على عرش جماله، ولكن بقى رجعت مرة أخرى والعلاقة بينهم اتوترت تاني بعد ما المنتج جبرائيل نحاس عرض عليها بطولة فيلم ست الحسن، ووقع معاها عقد احتكار ل3 أفلام. فكان رد محمد فوزي قاسي جدا ان هو تبرأ منها وهددها بالقتل بالرصاص، وخافت هدى من التهديد ومثلتش الفيلم ده. قررت بقى هدى سلطان انها تكسر حاجز العيلة بعد الزواج، واتجوزت بعد كده من المخرج والمنتج فؤاد الجزائري، ولكنها انفصلت بعد مدة قصيرة جدا بسبب انه كان بيغير عليها غيرة شديدة. وبعد كده اتجوزت فؤاد الأطرش اخو الفنان فريد الأطرش، ولكن برضه وقع الطلاق بسبب الغيرة الشديدة عليها. وقدرت بعد كده هدى سلطان انها تقف في وش الاهل والعيلة وجزفت وتحدت علشان تقدر تحقق حلمها، وفعلا صورت فيلم ست الحسن سنة 50 وده حقق نجاح كبير جدا. بعد كده عادت العلاقة بينها وبين محمد فوزي بعد ما عرفت ان هو مريض قبل مرضه الخطير اللي مات بسببه، فرغبت انها تكون بجانب اخوها، واتصلت بمديحة يسري زوجته في الوقت ده واخبرتها ان انها عايزة تشوف اخوها، ولكنها خايفة من ردة فعله، فاقنعتها مديحة انها تيجي، وبالفعل راحت علشان تشوفه. اول ما شافها ما صدق يشوفها، وفتح لها دراعه وضمها في احضانه وقال لها وحشتيني قوي، وانتهى الخلاف بينها. وبعد كده انتج فوزي الاخته فيلم هو فتوات الحسنية من اخراج نيازي مصطفى، وقدم ليها العديد من الأغاني وأحبها إليه لموني. ولما بقى اشتد المرض قدر محمد فوزي من خلال أغنيتين للأطفال إنه يكتب لنفسه الخلود بعد الرحيل، وكانت ولا تزال أغنية ماما زمانها جاية الأكثر انتشارا بين الأطفال خاصة فترة الستينات، وتعتبر أول الأغاني المصورة في التلفزيون المصري. غناها ولحنها الفنان محمد فوزي سنة 65، والأغنية كمان بتاعة ذهب الليل وطلع الفجر نالت نفس الشهرة. بدأت بقى الانتكاسات تتوالى على الفنان محمد فوزي، وخصوصا بعد 3 سنين من تأسيس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات، وأنتجت شركته أغاني لكبار المطربين في الوقت ده زي أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم، لحد بقى ما تم تأميم
الشركة سنة 61 وتعين فيها بمرتب 100 جنيه، مما أصابه باكتئاب حاد، دفعه للسفر لخارج البلاد، ومنعه المرض كمان من نزول مصر مرة تانية إلا بعد وفاته. وقبل ما يرحل سنة 66 بألمانيا، كتب فوزي رسالة عن أيامه الأخيرة مع الألم والمرض، وختمها قائلا إن الموت حق علينا، وإذا لم تمت اليوم ستموت غدا، وأحمد الله إني مؤمن بربي فلا أخاف الموت الذي قد يريحني من هذه الآلام التي أعانيها، فقد أديت واجبي نحو بلدي وأتمنى أن أؤدي الكثير، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة البشر والأعمار بيد الله، لن يطيلها الطب، ولكن لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزالون يطلبون العلم في القاهرة. تحياتي إلى كل إنسان أحبني ورفع يده إلى السماء من أجلي، تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني، تحياتي لبلدي، وأخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي. وبعد كده أصاب المرض اللعين وسافر لنيويورك ولندن للإطمئنان على حالته، لكنه توفى في أكتوبر سنة 66.